أنا مش عارف أبدأ حكايتي منين ومش عارف إذا كان المفروض أقول الكلام ده ولا ما ينفعش، بس اللي أنا عارفه كويس قوي إن اللي الواحد بيفكر نفسه عارفه ده شيء، واللي بيكتشفه بعد فوات الأوان ده شيء تاني خالص. لكن ده مش المهم، يكفيني بس إنك تعرف إنه في فترة الاحتلال الإنجليزي لمصر كان بيعيش شخص اسمه صالح العطار، والنهاردة هحكي لكم حكايته. صالح محمد العطار من أصل قبيلة غجرية، ومش أي قبيلة، دي أنجس قبيلة من قبائل الغجر، حاجة كده استعرت منها بقية القبائل. اشتهروا بممارسة كل أنواع السحر وعبادة الشيطان، وفي الطقوس بتاعتهم مش بس هم بعاد عن الغجر، هم كمان بعاد عن البشر عموما. وده اللي شافته أم صالح اللي كانت من أصل غجري ولكنها من قبيلة تانية. أم صالح شافت إن اللي بيعملوه أهل جوزها ده نهايته الهلاك، وعلشان كده انتصار أو الأم أخدت صالح وهربت بيه في السر. كانت فاكرة إنها كده بتحميه وبتحمي نفسها، لكنها ما كانتش تعرف إنها خدت معاها مصيبة سودة. ولأن الأصل غلاب كان لازم صالح يرجع لأصله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا محمد خيري وده برنامج الراوي، حلقة جديدة ومستوحاة من أحداث حقيقية. والنهاردة الحقيقة بتصطحبني كوباية الشاي بالنعناع اللي أنا بحبها جدا، ففي مزاج في القصة بتاعت النهاردة. القصة من كتابة سيد عواد، فهتعال نشوف بقى حكاية صالح العطار. وده بالمناسبة ملوش علاقة بقصة صالح العطار بتاعت سامي ميشيل، دي قصة ودي قصة تانية خالص، ولكن تشابه أسماء. وحكاية قبائل الغجر دول وإيه السحر اللي هم كانوا مشتهرين بيه، ومين صالح محمد العطار ده؟ ناخد بق من الشاي بالنعناع ونبدأ الحلقة، يلا بينا. أم صالح كانت خدت المهنة عن جوزها، باعت ذهبها واشترت بيه محل وشقة، وفتحت محل عطارة صغير كده كان هو ده مصدر رزقها. وفي يوم بداية الحكاية انتصار كانت بتصحي ابنها ينزل معاها المحل، ولكنه زي أي طفل تصنع المرض ورفض ينزل. صالح وقتها كان تم الـ 12 سنة، يعني ما تقدرش تقول عليه طفل في سن يتخاف عليه، فسابته ونزلت. وبمجرد خروجها سمع صالح صوت خطوات في الشقة، افتكرها أمه رجعت تتأكد من نومه، فاصطنع النوم مرة تانية، ولكن صوت الخطوات كانت بتقرب منه، وبدأ يحس بأنفاس حارة في وشه. صوت النفس العالي والحرارة دي لا يمكن يكونوا من أمه. فتح عينيه ببطء علشان يلاقي أفظع وش شافه في حياته، وش أسود ومشعر بغزارة، عينين حمرة كأنهم كرتين من نار أو دم، مبتسم ابتسامة مرعبة مبينة أنيابه الطويلة. اتفزع الطفل وقام من مكانه زي المتكهرب، وهنا ضحك الكائن ده وهو بيقول جملة غريبة: لا تخف، فأنا مبعوث لك بإرث. الصوت ما كانش خارج من بقه، شفايفه كانت مقفولة والصوت جوه دماغ صالح. انكمش الطفل حوالين نفسه وهو لسه مش فاهم ولا مستوعب فيه ايه. مد ايده الكائن ده بكتاب غير اي كتاب شافته عين الطفل، غلافه من جلد اسود شبه جلد الكائن اللي قدامه، ضخم وصفحاته صفرة وسميكة. ومن غير ما ياخد الكتاب رد عليه صالح: مش عايز حاجة. هذا ارثك يا صالح، هذا ليحقق كل احلامك. نعلم أنك لن تستوعب ما به الآن، ولكنه أصبح لك، وحين يأتي الوقت ستدرك أهمية ما بين يديك. صرخ الطفل وهو بيقول بعلو صوته: بقولك مش عايز حاجة منك. بعد صراخه الكائن ده اختفى، ولكن الكتاب ما اختفاش. الكتاب فضل قدامه على السرير. قرب الطفل من الكتاب بخوف ومسكه، وبرغم ملمسه المقرف الفضول خلاه يفتحه.
صفحاته كانت فاضية. فضل صالح ماسك الكتاب بإيده كأنه دليل على إن اللي حصل ده ما كانش حلم. وفضل كده طول اليوم خايف يتحرك من مكانه، لحد ما جت أمه وشافت ابنها متصمر مكانه مش مدرك تماما لوجودها، وماسك في إيده كتاب غريب شافت زيه مع أهل جوزها. وبمجرد ما شافت الكتاب سألته بصوت مهزوز وخايف من الإجابة: صالح، إيه الكتاب ده؟ جبته منين؟ راجل شكله وحش قوي يا ماما وجي قال لي ده ورثك. رد فعل الأم كان إنها لطمت على وشها وفضلت تصرخ: يا وقعتك السودة يا انتصار، بقى أنا سبتلكم الدنيا بحالها وبرضو ورايا؟ إيه؟ جايين ورايا ليه؟ عايزين مني ومن ابني إيه؟ وفضلت تكرر في كلامها وهي بتحضن ابنها وبتبكي. ولما ما لقيتش فايدة من اللطم خدت ابنها وراحت عند أهلها، قبيلتها. رغم إن الكل عارف مساوئ قبيلة جوزها، لكن اللي عملته ده غلطة لا تغتفر. الكل كان بيبصلها بصة اشمئزاز، إلا واحد بس كان عارف معاناتها وعارف إن أي حد في مكانها مش هيستحمل يوم واحد وسط شياطين الإنس اللي كانت وسطهم دول. والواحد ده كان أبوها اللي استقبلها بحضن الملهوف وقال لها: البقاء لله يا بنتي، أنا عارف هو أذاكي قد إيه، بس خلاص هو بقى بين إيدين ربنا وما يجوزش عليه غير الرحمة. ردت عليه بدهشة: مين اللي مات يا أبويا؟ جوزك محمد يا بنتي. خضتني يا أبويا، افتكرت حد مهم، ده حتى الرحمة ما تجوزش عليه. طب تصدق خسارة في اسمه. غريبة، ولما أنت ما تعرفيش بخبر موته إيه اللي جابك يا بنتي؟ مش اتفقنا أني هبقى أجيلك بيتك وبلاش نتقابل هنا؟ يا أبويا أنا كنت جاي أفهم، لكن خلاص فهمت. فهمت يعني إيه ورث؟ ورث إيه؟ صالح هيروح مني. الواد لقيت معاه كتاب غريب، ولما سألته قال لي إن في حد جاله وقال له ده ورثك. نزل الأب على ركبته قصاد حفيده وقال له: شكله إيه الراجل ده يا صالح؟ شكله وحش قوي يا جده، كان اسود وفي شعر في وشه كتير وعينه حمرة. أعوذ بالله، أعوذ بالله من أخبث خلق الله. وجه الأب كلامه الانتصار وقال لها: وانتي عملتي ايه في الكتاب يا انتصار؟ حرقته طبعا. كويس، حصني بيتك بقى بالقرآن يا بنتي وعود ابنك على الصلاة، وخلي بالك لازم تبعدي صالح عن سكة ابوه يا انتصار، وإلا اللي هربتي منه هتلاقيه معاكي في بيتك. عدت السنين وصالح بيكبر وخوف أمه بيكبر معاه. كان عنيد، عنيف، قاسي، صعب السيطرة عليه. حاولت بكل الطرق تحببه في الصلاة لكنها فشلت. الأم كانت عارفة النهاية، لكنها حاولت بكل طاقتها لحد ما جه اليوم الموعود. صالح تم 18 سنة، وفي ليلة عيد ميلاده كانت مستنياه حفلة عظيمة. في البداية كان حلم، شاف في منامه شخص بقاله كتير ما شافوش، كان أبوه. أو الملامح اللي كان فاكرها عن أبوه، كان واقف مبتسم له وهو بيقول له: جه الوقت يا صالح. وقت إيه يا أبويا؟ وقت استلامك لورثك. إيه نسيت؟ الكتاب، بس أمي حرقته. تفتكر قوة زي دي هتتحرق بسهولة؟ ورثك مستنيك يا صالح، روح بيتنا القديم وهتلاقيه مدفون في نص أوضتك، وده مفتاح البيت. مد ايده الأب بمفتاح قديم وهو بيكمل كلامه: لازم تروح الليلة يا صالح. صحي الشاب من نومه وكلمات أبوه في ودنه بتتردد، والمفتاح كان في إيده. المفتاح اللي كان تأكيد على إن ده مش حلم وإنه لازم يروح الليلة. صالح كان شاب طموح ومستعجل على ورثه، كان ساخط على الفقر وعيشة أمه، ودايما كان بيعاتبها على هروبهم من بلدهم. لكن خلاص راحت الأيام دي وآن أوان الرجوع. صالح ما كانش فاكر العنوان بالتفصيل،
يدوب اسم المنطقة والبلد. وفعلا سافر لهناك، وبما ان الغاجر بيسكنوا دايما في نفس المنطقة فطبيعي لما راح لقى كل المنطقة من ابناء قبيلته. وهناك سأل على بيت محمد العطار، كتير وصفوا له الطريق لحد ما وصل البيت، فتحوا بمفتاح ودخل، ومن هنا بدأت حكاية صالح العطار. بمجرد دخوله حس بحرارة رهيبة، ما كانش شايف حاجة من الضلمة، لكن ببطء بدأت تظهر إضاءة خافتة ملهاش مصدر. الإضاءة بتعلى بالتدريج، ومعاها بيبدأ يشوف اللي مستنيه، كائنات كتير شكلها غريب شبه الكائن اللي جاله بالكتاب، كلهم نفس الشكل باختلاف الأحجام، منهم القصير زي الأقزام واللي فارع في الطول. كانوا واقفين صفين على يمين وشمال الشاب، كأنه ممر شرفي البطل. مشي صالح ما بينهم لحد ما وصل للمكان المنشود، حفر تحت البلاط ولقى الكتاب، نفس الكتاب اللي شافه زمان وأمه حرقته، بس المرة دي صفحاته مش فاضية، صفحاته فيها كلام بلغة هو مش فاهمها، حاول يقراها لكنه مش فاهم أي حاجة منها. ومع محاولته للقراية سمع صوت بيتردد جوه دماغه: لا تتعجل، فسأعلمك كل شيء، ولكن في المقابل ستنفذ ما نطلبه منك كما فعل أباك وأسلافك من قبل. رد عليهم وقال لهم: الكتاب ده لو فهمت لغته هيجي لي من وراء ايه؟ كل ما تتمنى، قوة مفرطة، مال لا ينتهي، وكل ما تريد. أنا موافق. في بداية الأمر نريد أن نختبر ولاؤك، سنأمرك ببعض الأوامر، إذا نفذتها ستتعلم لغة الكتاب. وإيه هي الأوامر؟ عدم ذكر ربك مهما حدث، إياك والطهارة، تقديم قربان بشري. أقتل يعني؟ طفل لا يتعدى 6 سنوات. في اللحظة دي لقى واحد من الكائنات بيقرب منه وبيمد إيده بسكينة محفورة على نصلها نقوشات غريبة، خد منه السكينة وخرج. فضل مستني قدام البيت لحد ما شاف طفل صغير بيجري لوحده، كان بيلعب وبيستخبى من أصحابه، فعرض عليه أنه يخبيه في بيته. وافق الطفل ببراءة ودخل معاه، وبمجرد ما دخلوا لحظات ما ترددش فيها صالح، حط السكينة على رقبة الطفل ودبحه بكل برود، برود فاجئ بني الجن نفسهم. صالح ما كانش مسلم، ولكنه كان خايف يعترف بده قدام أمه أو جيرانه، لكنه بعد أوامر الجن أعلن كفره وعاش في بيت أبوه سنة كاملة وهو مختفي عن العيون، بيتعلم اللغة السريانية اللي مكتوب بيها الكتاب، وبيتعلم ممارسة السحر بلا قيود أو حدود، لحد ما جه وقت التطبيق وجاني الأرباح من علمه. رجع صالح بيته وعرف أن أمه ماتت في غيابه، من حزنها عليه تعبت، ولأنها وحيدة ومن غير رعاية ماتت. خبر ما هزش هدوء صالح اللي عاش عمره ساخط على أمه. وبعد ما عرفته بموتها فتح محل العطارة واشتغل فيه، وبدأ فصل جديد من حكايته، حكاية صالح العطار. العطارين في مصر في الزمن ده تحديدا كانوا أهم من الدكاترة، الملجأ الأول لعامة الشعب في علاج المرض. لا، والموضوع تطور وقتها لأنهم كانوا بيلجأوا لهم في علاج السحر والمس والأذية. أما صالح الشاب بقى فاستغل ده أحسن استغلال، وما أعلنش عن نفسه كساحر في البداية، لا هو في الأول بدأ يعلن عن أعشاب بتعالج المغص والصداع وألام العظام والضعف وغيره. وفي السر كان بيقول لزباينه إن عنده وصفات ممتازة لفك السحر والمس، واتزاع عنه إنه معالج قوي،
وبدأوا يجولوا الناس من أحياء مجاورة وأحيانا من المحافظات التانية. وهو القرش جاب جنيه، والجنيه تحول لألف، وتحول الشاب ده لساحر قوي ومشهور، كل ده من غير ما يتخلى عن دكان العطارة، لأنه كان الوجهة اللي بتحميه من غضب الناس وبتجيب له الزباين على أنه عطار شاطر. ولكن في الوقت المناسب بدأ يعلن صالح عن وجود وصفات جلب الحبيب ورد المطلقة والإنجاب، وده لأنه كان عايز يستقطب نوع جديد من الزباين، نوع ما عندهوش إيمان بربنا، نوع بيلجأ للسحر في كل شيء. ولما بدأ يتردد عليه النوع ده، جه وقت رد الدين للشياطين، ورد الدين كان عبارة عن أعمال للتفرقة ما بين الأزواج والمرض والفقر والهلاك وحاجات تانية كتير. لكن تعرف، العطار ما كانش بيعمل ده لرد الدين، ده كان بيعمل كده لأن زباين الأعمال دي بتدفع أكتر من غيرها، وتفوت سنين وسنين وصالح بيأذي الناس بضمير مرتاح. كان أقوى حليف للشيطان، ورغم كره ناس كتير ليه، لكن الكل كان عارف خطورته وقوته ومحدش يقدر يرفع عينه فيه. ما خلاص، اتعرف عن العطار أنه أقوى ساحر في البلد، وده أثار فضول الإنجليز، وبعته مرسال الضابط ويلسون. اليوم بدأ بزيارة غير معتادة من زبون إنجليزي لمحل صالح. دخل الزبون الأشقر وقال بلهجة عربية ضعيفة: صباح الخير. رد صبي من اللي شغالين في المحل: صباح الخير يا خواجة، اتفضل، أنا عايز شيخ صالح. الجملة دي كانت بتتقال من الزباين إياهم اللي مش جايين علشان العطارة العادية، وده أثار استغراب صالح وصبيانه لأنهم مش متعودين على الزباين الإنجليز. لكن رد على الإنجليزي بكل ثقة وقال له: ادخل يا جنرال. الرد أدهش ويلسون المتخفي، وعارف إن هو جاي للشخص المناسب. دخل ويلسون مع العطار للأوضة السرية اللي بتتم فيها مقابلات معينة، واللي بدأ الحوار كان ويلسون: عرفت منين إني ظابط؟ ابتسم العطار وقال له: ويلسون ظابط إنجليزي، بقالك في مصر مدة قليلة، لكن قدرت تثبت نفسك لأنك قبضت على كتير من خلايا المقاومة السرية اللي جننت الجيش الإنجليزي. أخا، ده أنت تعرف عني كتير، لكن مين قال لك معلومات زي دي؟ قرينك لسانه طويل، زي ما بيقولوا عندنا كده، ما بيتبلش في بقه فولة. بلاش الخركات دي يا عطار، أنا مش بصدق في الكلام ده، قول عرفتي منين؟ ولما أنت مش بتصدق في الكلام ده، لجأت العرف الساحر ليه؟ ارتبك الضابط ورد بكذب واضح: عرفة؟ عرفة مين؟ أنا مش يعرف خد بالاسم ده. ابتسم صالح بثقة وكمل كلامه: عرف الساحر اللي بيرشد لك عن مكان عناصر المقاومة، انت عرفتي الموضوع ده ازاي؟ انا جاوبتك، واه مبدئيا لازم تبقى عارف انك بتتعامل مع اللي اقوى من عرفة، فلو هنشتغل مع بعض لازم يبقى فيه ثقة في قدراتي. اها، امنت بقوتك يا مولانا. بلاش سخرية. مش سخرية يا عطار، انا اعرف عنك كتير، وكان لممكن اجي هنا لو ما كنتش متأكد انك الشخص المناسب، بعد ما عرف طلع في مدة التوبة. والمطلوب مني نفس اللي كان مطلوب من عرفة بالظبط، اللي خلاك تعرف اسمي وشغلي واتفاقاتي السرية مع عرفة، واللي ما خدش يعرف عنها حاجة، يخليك تعرف بسهولة مكان الخلايا. سهلة، محمود صابر، واحد من اللي مطلعين عينيكم، لو جمعت قوة وقابلتني هنا بالليل هاخدك ونروح للمقر السري اللي جمعته. أقابلك ونروح؟ أنت هتيجي معايا؟ آه، في مشكلة؟ لا مفيش، بس أنت مش خايف أهل بلدك يشوفوك معانا؟ لا أنا ماليش أهل، ماليش بلد، أنا عايز الكل يشوفني ويترعبوا مني، عايز وجودي في أي مكان يبقى مصدر فزع لأهله. أنا عارف إن محدش هيحبني، لكن هقدر أكسب الاحترام بالخوف.
بس أنا في المقابل هحتاج شيء غير الفلوس. شيء إيه؟ الفلوس دي ليا، لكن الأسياد هيطلبوا قرابين علشان يساعدونا، ومساعدتهم هي الأساس في خطتك، فلازم المرضية. والكرابين دول إيه؟ ناس تقتيلهم يعني؟ سهلة، هجيب لك مساجين. لازم يكونوا أطفال. ودول أجيبهم منين؟ اتصرف، اخطفهم. لكن دول أطفال يا عطار. علشان تخوف منك العرب عموما، باين لهم انك ما عندكش قلب ولا رحمة، وساعتها هيترعبوا من قسوتك وهيعرفوا انك مش هتشفق عليهم. اسألني انا عشت بينهم كتير. احنا مش فارق معانا، بس مش عايزين الدنيا تتقلب علينا في بلدنا. وهو يا خواجة مين اللي هيوصل الخبر في بلدكو؟ ولو الخبر وصل، قول ان العرب اللي بدأوا، قول ان الاطفال هي اللي بدأت بالضرب فيكو. هو انتوا حد هيراجع وراكو؟ ده انتوا القوة العظمى والسلطة خواجة. ويلسون نفسه اترعب من صالح، لكنه كان مضطر ينفذ كلامه، وكان الاتفاق. صالح العطار استخدم صحرة لمعرفة أماكن أبطال المقاومة المصرية، والوشاية للإنجليز بأماكنهم وأسمائهم، وكأنه كان ناقص أفعال شنيعة علشان يتصنف كأقذر شخص ممكن تسمع عنه. وفي الليل كانت المقابلة ما بين صالح والجيش الإنجليزي. كان بيسمع أفكاره من الجن وينقله للإنجليز. وقدام بيت قديم وقفت القوات، حصرت البيت واشتغل الرصاص زي المطر. اقتحام وحشي فزع كل أهالي الحي. الجيران كانوا في البلكونات بيبكوا على حال الشباب اللي جوه، وبدأت العساكر الإنجليزية تخرج الجسس. ومع خروج جثة محمود صابر بطل الحي، نزلت دموع الكل. صوت الشهادة كان بيزلزل الأرض. لا إله إلا الله، الشهيد حبيب الله. حب كبير للشاب الصغير اللي كان كابوس الإنجليز وبطل للشعب. أما العطار فكان واقف بيبص للعيون الباكية في شماتة، والكل مستغرب وجوده. ده شكله مصري، إيه اللي موقفه مع الإنجليز؟ دي حكاية صالح العطار من بدايته للوقت اللي احنا فيه ده. خلص مسعد حكايته وختم بالجملة دي. وقتها رد عليه مراد وهو متعصب. يا عم مسعد، احنا هنصدق التخاريف دي؟ والله يا مراد، ده اللي كان مكتوب في مذكرات الراجل، انا ما جبتش حاجة من عندي. انتوا طلبتوا مني اراقبه واعرف معلومات عنه، فراقبته وعرفت عنوانه وعنوان المحل بتاعه. بس كنت كل ما اسأل حد عليه يتهرب مني ويلبسه 100 عفريت. وفي الاخر اضطريت استناه ينزل المحل. قلبت في شقته يمكن اعرف عنه اي حاجة، ولما قلبت لقيت دفتر المذكرات ده فجبته وجيت. ولما هو عنده عفاريت بتجيب له التايهة، عفاريته ما قالتلوش ليه انك في بيته وبتسرق مذكراته؟ رديت انا على مراد وقلت له، ما ده اللي مكتوب في الورقة يا مراد، مسعد هيعمل ايه تاني؟ اهدى بس كده وان شاء الله هنعرف كل حاجة عن الراجل ده. انا مقدر عصبية مراد. مجموعة محمود صابر كانت أول مجموعة تنكشف مننا، وتكشف وراها مجموعتين. طب أنا مين؟ أنا شرف الدين، عضو في مجموعة من مجموعات المقاومة. حلم حياتي إني أشوف آخر عسكري إنجليزي وهو غاير في 60 داهية تاخده. في الأول كنا ماشيين في سكتنا كويس، لحد ما جه الضابط ويلسون من بريطانيا، وبمجيته بدأ يكشف مننا مجموعة ورا التانية. محدش كان عارف ازاي، احنا كلنا اصحاب يعني مستحيل يكون ما بيننا مرشدين، ولو حصل وويلسون قدر يزرع مرشد وسط مجموعة او اتنين يبقى مش هيقدر يعمل ده في كل المجموعات. وهنا كان في لغز ورا ويلسون محدش كان عارفه، لحد ما جه يوم القبض على مجموعة محمود، واللي ظهر فيها راجل اسمه صالح العطار. كان هو اللي بيرشد القوة على الطريق، وده كان بداية الخيط. راقبناه، وزي ما مسعد حكى كده كل اللي قدرنا نعرفه عنه هو اسمه وعنوانه ومهنته، واللي في المذكرات ده لسه محدش مستوعبه. هل دي قصة حياته فعلا، ولا دي رواية كاتبها عن نفسه؟ بس اللي كان مكتوب على الدفتر من بره انه دفتر مذكرات. انما لأ، محدش كان عايز يصدق.
احنا اصلا ما كناش مستعدين نواجه شخص بالشر ده، ما كناش مستعدين نواجه جن وعفاريت وكائنات احنا مش شايفينها. بس فعلا ايه اللي هيلم ظابط على دجال ويخليه ياخده معاه في كل العمليات الا لو كان الساحر ده بالنسبه له اهم من العساكر؟ وفي لحظه خطر في بالي اقتراح ولقيتني بقوله بكل تلقائيه: لو عايزين نتاكد من الكلام اللي مكتوب ده ما ينفعش قدامنا غير طريق واحد. عرفه، الساحر التايب اللي اتذكر اسمه، لازم نقبه ونختص ونعرف طريقه، او على الاقل يقول لنا اذا كان هو اللي كان بيقول لويلسون على اماكننا ولا لا، وكان بيعرف الاماكن منين وازاي، وساعتها هنعرف صالح ده بيعرفنا منين. اقتراحي ابهرهم، ولكن قبل ما حد فينا يتكلم سمعنا صوت ضرب النار، ومعاه سمعنا صوت بيقول: الانجليز عددهم رهيب ومعاهم الراجل اياه. الخطة كانت الهروب من نفق سري تحت الأرض، بس لو الكلام اللي في المذكرات ده صح زمانهم عارفين طريق النفق وهننزل نلاقيهم مستنيينا. وعلشان كده زعقت في الكل: محدش ينزل النفق، يلا على السطح بسرعة. اللي سمعني جري ورايا، واللي ما سمعش كانت نهايته في النفق. طلعنا على السطح ونطينا فوق البيوت وهربنا منهم بمعجزة. استخبينا في بيت مسعد، والحزن كان مسيطر على الكل. احنا فقدنا اكتر من نصنا، والباقي اليأس متملك منه. وفي اللحظة دي ما كانش في وقت للحزن. انا لقيت نفسي بزعق فيهم وبقول لهم: هنفضل حاطين ايدينا على خدنا لحد ما يجوا هنا كمان؟ رد مراد بيأس: وهنعمل ايه يعني يا شرف؟ هنحارب عفاريت؟ انت ومسعد كنتوا صح، النفق ده ما كانش حد يعرف طريقه الا اذا بلغهم بيه عفريت او خاين. عفريت ايه؟ احنا في ما بينا خاين ولازم اعرفه. انت برضو بتقاوح؟ خاين ايه اللي بينا يا مراد؟ ما تفوق بقى، كل حاجه بتقول اننا بنواجه حاجه اكبر مننا. لا وانت لسه بتعند. حاولت افض الاشتباك ده واتدخلت ما بينهم: مراد تعال معايا. على فين؟ هندور على عرفة الساحر، هو آخر أمل لينا. وانت يا مسعد، لو في احتمال 1% أن صالح مش ساحر، فاحنا مش هنخاطر باللي باقي مننا. ما تثبتوش في مكان أكتر من يوم، وما تخططوش لحاجة، اتحركوا بعشوائية. نزلت معايا مراد ورحنا في طريقنا للتدوير على عرفة. الرحلة ما كانتش سهلة، احنا بندور على إبرة في كوم قش، واحد كل اللي نعرفه عنه اسمه بس مراد كان عنده خطة ذكية وقالها لي: بقولك يا شرف، فاكر وقت ما كنا محتارين في موضوع ويلسون، وانه ازاي الضابط ده اللي لسه جاي بيعرف اماكننا بسهولة، في حين ان الضباط اللي بقالهم في مصر سنين ما كانوش بيعرفوا؟ فاكر وقتها عملنا ايه؟ ايوه، خلينا كمال الله يرحمه يراقبه. وكمال وقتها قال انه كان بيتردد على دجال مشهور في مبابة، تفتكر يكون هو؟ مردش عليا. احنا اخدنا بعضنا وطيران على مبابة، وهناك دايرة البحث كانت اضيق. بدأنا نسأل في مبابة كلها حتة حتة وشارع شارع، لحد ما واحد ريح قلبنا وقال لنا: قصدكوا الشيخ عرفة؟ لا ده بيقولوا انه كان ساحر يا حاج. ايوه هو، بس محدش بقى بيقول عليه ساحر دلوقتي، ده بقى الشيخ عرفة. ما شاء الله، هو بقى شيخ؟ مش للدرجات يعني، بس الناس بتحب تحمسه علشان ما يرجعش للسكة ياها تاني. ده كان موريهم الويل. طيب يا حاج، من الآخر كده، لو احنا احتاجنا منه خدمة هيساعدنا؟ على حسب، هو حاسس بالذنب بسبب اللي كان بيعمله، يعني لو خدمتكو دي تخص حد هو أذاه يبقى هيساعد. ايوه، الخدمة تخص ناس أذاها. الراجل دلنا على عنوانه ووصلنا أخيرا لعرفة. كان راجل كبير في السن، ساكت وسرحان، محسش بوجودنا لما دخلنا له. وبعد دخولنا حاولت أفوقه واتكلمت معاه بصوت عالي: السلام عليكم يا شيخ عرفة. فأخيرا من سرحان وقال لي: ها؟ وعليكم السلام يا ابني، انتوا مين؟ من الحكاوي اللي سمعتها كنت فهمت طبيعة الشخص اللي بنتعامل معاه.
وكان لازم أبدأ كلامي بطريقة معينة تخليه سلس ومتعاون معانا. احنا ناس لينا مظلمة عندك يا شيخ، انت أذيتنا كتير، بس احنا مسامحينك وكل اللي طالبينه منك انك تساعدنا نرد أذيتنا اللي انت كنت سبب فيها. اوعى تقول انك حد عملت له عمل وعاوز ترده، انا بطلت السكة دي خالص. احنا مش عارفين انت عملت ايه، وطلبنا بس اننا نفهم. حيرتني معاك يا ابني، يعني لو فهمت العمل هيتفك لوحده. لا بس لو قلتلنا كنت بترشد علينا الويلسون ازاي هنعرف نهرب منه. ويلسون؟ ايوه، الضابط الانجليزي اللي كنت بتقوله على مكاننا. يا مرحب بالرجالة، اتفضلوا عودوا، ده انتوا سبب توبتي. ومن غير ما اتكلم تاني حكى هو كل حاجة. ويلسون ده بداية الخراب عليا، انا ما كنتش امام مسجد قبل ما يزوروني، لكن هو وراني نتيجة افعالي لدرجة اني خفت مني. انا صحيح اذيت ناس كتير، بس ما كنتش بشوف من نتائج اعمالي غير الفلوس اللي كانت عامية عيني عن القرف اللي بعمله، لحد ما جالي ويلسون سمع عني اني رديت مسروقات وسألني عرفت ازاي. حاولت اشرح له ان الكل مكان عمار من الجن بيشوفونا واحنا ما نقدرش نشوفهم، واني مخاوي جن من جنسهم بيقدر يتواصل معاهم ويبلغني باللي حصل. لما قلت له كده سكت وهو بيفكر، وبعد سكوت ما دامش كتير رد وقال لي يعني لو عايز اعرف مكان شخص ما واديتك اسمه تقدر تعرف لي عنوانه وتنقل لي كل كلمه بتتقال جوه بيته. قال لي انه عايز يبقى زي ضله. قلت له سهله، ممكن الموضوع ياخد شويه وقت لحد ما نوصل له، بس بمجرد ما اوصل له هعرف لك كل تفاصيل حياته. ولما قلت له كده اداني عنوانه وبس كده بقت اسهل. قال لي على اسم ضابط مصري وعنوان بيته. قلت له يجي لي تاني يوم، ولما جالي كانت كل الاخبار عندي، كل تفاصيل حياه الضابط، بيعمل ايه، بيكلم مين، كل حاجه. بس عرفت ان الضابط ده بيكره الانجليز وبيدعم المقاومه وبيتواصل مع كل افرادهم، بيمدهم بكل المعلومات والدعم اللي هم محتاجينه. عرق الوطنيه ناقح عليا ورفضت اديله المعلومات، بس قدام اغراء المبلغ اللي عرضه للاسف قبلت وبلغته عن عناوين كل اللي بيتواصل معاهم الضابط من افراد المقاومه، وعرفت انه بدا يوقع فيهم واحد ورا التاني، لحد ما جه الدور على واحد من المقاومه كان ساكن قريب مني، كان شاب جدع وطيب وكل المنطقه بتحبه. الهجوم عليه وعلى اهل بيته كان بشع، حتى شخص باسويتي وجبروتي وكفري ما استحملهوش. بكيت لاول مره في حياتي واقسمت بالله انها توبه ما بعدها ذنب، وقد كانت. توبت وبطلت السكه دي ولحد دلوقتي لسه تايب. خلص عرف كلامه وهو بيعيط، وقتها بصيت لمراده كاني بقول له اني كنت صح. وقبل ما اتكلم بصلنا عرفه وقال لنا ها طلباتكم ايه؟ طلبنا اننا نسمعك وانت حكيت خلاص، بس دلوقتي احنا لينا طلب تاني. ويلسون بعدك اتواصل مع ساحر غيرك اسمه صالح العطار، ساحر قلبه ميت لدرجة انه بيروح مع ويلسون كل عمليات الاقتحام وبيتلذذ باللي بيشوفه. اعوذ بالله من ده جدع، ده مش بني ادم، حد يشمت في الموت. المهم دلوقتي يا شيخ عرف انك تساعدنا قبل ما الجدع ده ما يخلص علينا واحد ورا التاني. المصاحف يا ابني تحفظك وتمنع الشياطين من استراق السمع، اوعى تخلي المصحف يفرقك. رد عليه مراد وقال له مسعد كان خايف وهو رايح بيت العطار بعد ما شاف كل الناس خايفة منه،
وكان واخد في ايده مصحف، انا فاكر. ردت عليه بسرعة وقلت له بس كده، يبقى علشان كده صالح معرفش ان مسعد سرق مذكراته، ولا عارف انه كان في بيته اصلا. خلص الحوار وكنا ماشيين، لكن عرفه فاجئنا بطلب غريب. كانت صدمة لما قال لنا انه عايز يبقى معانا. بصينا لبعض انا ومراد وما كناش عارفين نقول له ايه، لكنه قطع حيرتنا لما قال لنا انا مش بطلب منكم، انا كده كده جاي. انا لازم اصلح غلطتي، طريق العطار انا اللي بداته، وويلسون الملعون لازم يعرف عقاب افعاله، وانا لو ما عملتش كده هعيش اللي باقي من عمري بعقدة الذنب. ساعدوني ساعدوني اطهر نفسي قبل ما اقابل رب كريم. ورجعنا على بيت مسعد ومعانا الشيخ عرفة. الحمد لله كنا لحقناهم قبل ما يتحركوا، فخدناهم وروحنا على بيت مراد اللي بدأ يوزع المصاحف على كل الأفراد، وشغل إذاعة القرآن الكريم وخلى صوتها يوصل لكل ركن في البيت. وساعتها العشاء كانت أدنت، صلينا جماعة وقعدنا نفكر هنعمل إيه. وبدأ مسعد الأسئلة لما قال هو ده عرفة؟ رديت عليه وأنا مبتسم، الشيخ عرفة تاب وبقى شخص صالح وعايز يكفر عن ذنبه ويبقى معانا في العملية اللي جاية. عمليتي؟ عملية الانتقام، احنا فقدنا كتير بسبب ويلسون وصالح وجي وقت الرد. ودول هنعمل معاهم ايه؟ الرد مراد وقال له خطتي جاهزة، بس هحتاج فيها عدد كبير، وهحتاج معايا الشيخ عرفة. وبدأ يسرد خطته. ويلسون بيحدد عدد حملته العسكرية بناء على أعدادنا احنا، فهننصب له فخ مصيادة. مسعد هيروح دلوقتي على بيته وهيكتب لي الجواب، هيقول لي فيه انه مستنيني علشان اسلمه وليكن شحنة السلاح، وهيطلب مني في الجواب اني اجي لوحدي علشان ملفتش النظر، وانا هاخد عربية محملة اسلحة، بس لازم كل حاجة توصل لهم مظبوط، ولو الجن هيبلغهم مش عايزينه يبلغهم باي حاجة تشككهم. وطبعا ويلسون هيجي ومعاه عدد قليل لانه فاكر انه هيقبض على 2 بس، وطبعا بقى هيبقى معاه الملعون اللي ما بقاش يستغنى عنه صالح. وساعتها ويلسون هيكون مسؤولية شرف، شرف اللي هيقوم دلوقتي ويجمع أكبر عدد يقدر عليه من أعضاء المقاومة المسلحين. أما صالح فهيبقى مسؤولية عرفة اللي هيجرده من أي مساعدة. وبقولك يا عرفة، أنا عايزه بني آدم عادي لا حول لي ولا قوة، حتى لو هتستخدم السحر معاه لآخر مرة في حياتك. رد عرفة بثقة وقال له بعون الله هقدر عليه من غير سحر. ورديت أنا ومسعد أننا فهمنا دورنا ومشي كل واحد فينا في طريقه، أنا بالمصحف ومسعد من غيره. بعد كده جمعت العدد اللي عرفت أجمعه من اللي باقي مننا ووقفنا بعيد، كنا مستنيين ويلسون. وأول ما الفار دخل المصيادة بدأ الضرب. خطة مراد كانت محكمة والمحسوب حصل، حملة ويلسون كان عددها أقل بكتير من كل مرة، كان سهل أحصرهم ونقضي عليهم في أقصر وقت. لكن اللي ما كانش محسوب هو مراد، مراد اللي خرج من الشباك وكان بيضرب على ويلسون والحمد لله قدر يصيبه، ولكن للأسف واحد من العساكر ضرب مراد. وبعد ما صفينا الحملة جريت على البيت وطلعت مراد لفوق، وعلى جنب تاني كان في معركة تانية شغالة. صالح لما بدأ الضرب كان هيستخدم تعويذ، ولكن ده كان قبل ما يتفاجئ بعرفة وهو بيقرأ آيات طرد الجن. وصدقوني آية الكرسي بس كانت كفيلة بزلزلة شخص كان فاكر نفسه إله، فجأة لقى نفسه عاجز بلا أي حماية من شياطينه. حاول يجري يستخبى لكن عرفة جري وراه لحد ما حصره في شارع سد. وساعتها ابتسم عرفة وقال له ده أنا الأصل يا عطار، هتروح معايا فين؟ ده أنا المشوار الطويل اللي رجلك ما تشيلكش فيه، أنا المشوار اللي هتمشي زاحف. ثم يا راجل أنت مهما تعلمت وتمكنت وبقيت ساحر معروف ولك اسمك، هتروح من عرفة فين؟ العطار كان فاكر بكلام عرفة أنه هيستخدم ضده السحر، وده اللي طمن صالح وخلاه يستدعي شياطينه. وكان الفخ
عرف قرأ القرآن بآيات تحرق الجن المؤذي وتدمره، وكان عارف إن انتقام بقية عشيرتهم هيبقى من صالح لأن هو السبب في حرقهم. وبس سابه عرف المصير الأسود اللي يستاهله. وقبل ما يخرج من الشارع كان سامع صوته هو بيصرخ. أما وعلى الناحية التانية بقى فطلعت المراد، ولكن للأسف ملحقتوش. مسعد كان حضنه وبيبكي، جريت عليه وبكيت من قلبي ومفيش لحظة ولقيت مسعد بيطبطب عليا وبيقول لي الله يرحمه شهيد بطل، ما يتبكيش عليه، ما ينفعش تبان ضعيف، انت الزعيم مكانه دلوقتي يا شرف. وافتكرت وقتها اغنية كنا بنغنيها دايما، اغنية كانت بتقول الحر حر ملوش دية ومات علشان تعيش هي، يكفي من الناس اغنية تخلد اسمه في مواويلك، موال بلدنا قديم اصله، كاتب لكل بطل فصله، يقع يقوم غيره يوصله، من غير عيالك هيشيلك وتعيش ويفرق نيلك، شربات شهيدك على المخاليق، ونقول دي خطوة جوه طريق مفهوش خطوة على الفاضي. وبس كده بقينا تكون انتهت القصة. أتمنى تكون عجبتكم. بشكر سيد عواد جدا على كتابته للقصة دي وعلى صياغته للأحداث القديمة دي بالمنظر ده، بشكر شكرا جزيلا. وبشكر حضراتكم ان انتوا وصلتوا لحد هنا، وطالما وصلتوا لحد هنا يبقى القصة عجبتكم، فبالتالي ما ننساش نعمل لايك ونشترك في القناة لو احنا مش مشتركين، ونفعل زر الجرس علشان يوصل لنا كل جديد، علشان احيانا اليوتيوب ما بيبعتش القصة بمجرد ما تنزل، فاحنا نبقى متأكدين ان احنا مشتركين. كمان نعمل فولو على الانستجرام لان بينزل هناك اغلب الاحداث بقى اللي احنا ما بنشوفهاش هنا. ولا ننسى اخواتنا من الدعاء في كل مكان، في فلسطين وفي سوريا وفي السودان وفي لبنان وفي كل الاماكن اللي المسلمين وغير المسلمين مستضعفين فيها، ربنا ينصرهم جميعا عن قريب ويرحم كل شهدائنا. اشوفكم الحلقه اللي جايه وتصبحوا على خير.